مين؟ ام جنه، استاذه ام جنه. السلام عليكم. اهلا وسهلا استاذه ام جنه، ازاي حضرتك؟ ازاي حضرتك؟ فضل ونعمه الحمد لله. معلش هو انا اول مره اتكلم على التلفزيون، بس استحملني شويه. بس ده شرف واستحمل حضرتك طبعا، اتفضلي. شكرا لحضرتك. حضرتك انا متجوزه بقالي 5 سنين. طيب. يعني 5 سنين دول انا تعرضت فيهم لجميع انواع الضرب وجميع انواع الاهانه ليا ولاهلي. حاولت ان انا اتطلق كتير. واهلك مالهم كمان في الضرب ده؟ يعني هو لما بيجي مثلا يغلط فيا بيسبني باهلي، ومثلا ما جاش يروح عند اهلي. يعني اصل انت قلت الضرب مش قلت العنف، انت ما قلتيش الشتم، انت قلتي الضرب، فخفت ان هو يكون كمان يضرب اهلك. ما هو راح بالفعل، راحت اخر غضوبه دي تهجم على اهلي هناك، وانا اهلي عشان بابايا راجل كبير ومامتي كبيره، ف يعني دايما يقولوا لي معلش استحملي عشان خاطر بنتك، بس اخر مره دي قالوا لي انت حره. طيب. عيشتي كنت حرة فيها. يعني هو تهجم عليهم بس ما ضربهمش. اه انا يعني طبعا مش ده مش مبرر، ده مش مبرر لسوء الاخلاق، ده مش مبرر لسوء الاخلاق، لكن انا بس بتاكد ايه اللي حصل، عشان كل حاجة بيبقى لها تقدير في الحل. وبعدين يا بنتي حضرتك انا يعني ال5 سنين دول يعني انا بعمل كل حاجة زي ما ربنا بيقول انا بعمل، حتى في طيب. في جميع حقوقه انا بديها له. امال هو يعني هو راجل مش طبيعي يعني؟ انا مش عارفة، بس انا يعني دايما لما يحصل بيني وبينه مشكلة يفضل يشتمني، يحصل مشكلة يتف في وشي مثلا. دايما يغلط فيا وفي اهلي، يقول لي يا بنتي كذا وكذا. طب وكذا. السؤال يا استاذة مجنة، حضرتك انا دلوقتي يعني انا لو اتطلقت دوت حرام عليا، ان انا كده بخرب مثلا عشان خاطر بنتي اللي انا ببعدها عن باباها، ولا انا مش عارفة اعمل ايه صراحة. هجاوبك يا مجنة، هجاوبك. بصي يا مجنة، اللي حصل بينك وبين زوجك ده واضح ان هو للاسف، هو انت عندك شخصيه قد تكون مستقله وقد تكون متمسكه بعلاقتها باهلها، فهو حاسس ان هو ما دخلش حياتك، هو حاسس ان ما حصلش اندماج بينكم. ده مش مبرر لكل للعنف، اي نوع من انواع العنف حرام ما بين الزوجين. العنف حرام ما بين الزوجين، الله سبحانه وتعالى قال وعاشرهن بالمعروف. ما فيش حاجه اسمها عنف، لا شتيمه تجوز ولا ضرب يجوز، وطبعا الضرب عندنا كبيره وجريمه كمان، فكل ده لا يجوز شرعا، لا يجوز ان حد يعمل كده. طيب ايه الحل بقى في الحاله اللي احنا فيها دي؟ الحاله اللي احنا فيها دي حاله فيها احتقان شديد جدا جدا. ليه كنت بتاكد هو ضرب الاهل ولا لا؟ لان انفعاله على الاهل غير ان هو ضربهم، لان ضربهم ده بيعمل حاجه مريره بتفضل موجوده لمده طويله. فنصيحتي نفس الكلام، اوعى تتطلقي. هل معنى كده ان انا بقولك استمري في قبول الضرب؟ وارفضوا الضرب بكل اشكاله، ارفضوا العنف بكل اشكاله، ارفضوا الشتيمه، مش من حقه ولا الشرع يسمح له بده. وانا بقولك اهو، انت مرتكب لكبيره، وانت بتاذي اهلك وبتفتنهم، وده الله سبحانه وتعالى لا يجوز ان انت تسبه وتسب كمان اهله. انت وكانك انت مش راضي بالمعصيه، عايز تعظم المعصيه والعياذ بالله. ايه سوء الاخلاق ده يا اخي؟ انت حاسس ان هي انت مش عارف تتفاهم معاها، هنا بقى يتدخل مساله الطرف الثاني، فبعثوا حكم من اهله وحكم من اهله، هنا بقى يجي الطرف الحكيم اللي يتدخل بينكم. لكن انت شايف طبعا ان انت كبير وما ينفعش كده، وانت قاعد تصغر نفسك في الحقيقه. انت بتتعدى عليها وبتتعدى على اهلها، انت في الحقيقه بتتحول الى انسان قزم، انا اسف يعني، الانسان اللي بيتجاوز في حقوق الناس ده بيتقزم. انت لو عايز تملى عينيها، حاول ببساطه خالص ان انت تملى قلبها، تبقى انسان حامي وتبقى انسان راعي. 7 صفات اللي احنا بنقولها، وانا بحيلك في الحلقات اللي هي بتاعت الكلام عن اصحاب السعاده، تشوف ايه الصفات اللي لازم تبقى في الراجل عشان يملى عين زوجته. فانا بقول لك اتقي الله فيها، وبلاش كده، وببساطه سهله اهو، عشان ما تقولش ان انت لما هتيجي هننحاز لها ولا شيء. انا بقول لها اهو، ما تتطلقيش، وتفضلوا انتوا الاثنين شرفونا عشان نقدر نتكلم، لكن محدش ابدا يحكم لحد ولا يقول له روح اتطلق على الهوى.